احنا نناشد سياده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه احنا نقابله، احنا نريد مطلبنا هسه فقط نقابله حتى نعرف مصيرنا شنو. سياده رئيس الوزراء نترجاك بانه توافق على مطلبنا وتقابلنا، يعني فرت نص دول العالم ورحت لكل المحافظات واحنا مقابلك هنا عبور الشارع ما شفتنا. سياده رئيس الوزراء احنا نترجاك رجاء ابوي، نايمين بالشوارع، ولدك معتصمين من كافه الاختصاصات نايمين بالشارع، نترجاك بانه تنظر الى حالنا، بس نريد نقابلك، نريد نعرف شنو الاجراء مالتنا، راح نظل نايمين هنا لو راح تلقى لنا حلول. احنا مجموعه من معتصمين كافه الاختصاصات من يوم 25/10 ولحد الان، اجونا هواي مسؤولين اخذوا اسمانا صعدت يواعدونا باشياء ومصير اسمانا تصير بمكان غير ناس، انت حالنا تشوفه هسه، دم ما واقي بوجهنا، فلوس ما واقي بجيوبنا، احنا قمنا قبل كنا نخاف من الاحزاب لننقتل، هسه قمنا نخاف من الفقر ليقتلنا النا. احنا مجموعه من الخريجين المعتصمين من 25/10 لحد هذا الوقت. اسمائنا نقدمها يرجعوها علينا، ما نعرف اسمائنا صعدت، خلوا جماعه بمكاننا. نايمين بالخيام صار لنا سنه كامله، عندنا عوائل، احنا كنا عطالين عن العمل، عاطلين عن وين ما نقدم مسدودة بوجهنا، نطالب مقابلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.